انا مشيت على حسب التجنيد الاجباري، مشيت انا ندافع على اول حاجه، غندافع على الاسره ديالي هي اول حاجه. ثاني حاجه غادي نقدم شحال من حاجه للبلاد ديالي، ما انا فين مشيت دافع على البلاد ديالي. الاخر انا مغربي، بالنسبه لي انا بديت القرايه باش نساليها، باش نخدم، باش نعاون والديا، ماشي باش نمشي للتجنيد. بحال هكا تجبر اليوم ما موافقش عليها.